يا حبايب قلبي. طبعا انا طلعت طبعا الخلفيه اللي ورايا دي الصواني طبعا زي ما احنا شايفين، لان انا عندي المطبخ عباره عن يعني متر ونص تقريبا، هو فيه الحوض والبوتاجاز، فطبعا كان لازم ان انا استغل الحيطان بتاعي. عامله هنا وحده مطبخ وهنا كمان وحده مطبخ علويه، لان ما فيش تحت غير البوتاجاز والحته اللي تحت الحوض، فبعلق الصواني بتاعي بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده استغلالا للمساحه اللي هي الضيقه يعني. طبعا مش عايزه اطول عليكم الفيديو، النهارده هنعمل سمك سنجاري. طبعا انا بحب البحريات جدا، انا كنت راجعه من الشغل برضو لقيت الراجل اللي انا بجيب منه السمك جايب سمك بسم الله ما شاء الله حلو كده، بس هو كان بلطي، كنت طالبه منه ان يجيب لي سمك بوري علشان اعمله او ماكريل، بس هو جاب المره دي بلطي. فانا طبعا هفتحه هعمله معاكم. طبعا انا عملت هنا كام واحده اهي فتحتها زي ما احنا شايفين كده ونضفتها زي ما احنا شايفين. طبعا في هنا واحده انا سايباها هعملها معاكم، طبعا ده هيتغسل لسه كمان، فقلت ان انا اشارككم الفيديو ده. ويلا نبدا على بركه الله. طبعا انا مجهزه معايا السطور ومعايا كمان سكينه حاميه ومعايا طبعا كمان المقص. يلا هنبدا نتوكل على بركه الله ونشوف ايه اللي احنا هنعمله. نسمي الله. طبعا انا فتحت السمك الباقي وفاضل السمكيه دي، انا قصيت الزعانف اللي هنا بالمقص، وهنبدا بقى ان احنا نتعامل معاها من الجنب اللي هو ناحيه الظهر ده، ناحيه الظهر مش ناحيه البطن، يعني انا ماليش دعوه بالحته بتاعه البطن دي، انا هاجي من الناحيه اللي هي هنا دي مكان الزعانف اللي انا قصيتها من هنا. لو السكينه بتاعتك كبيره وهتفتحي من هنا بالسكينه تمام، مش كبيره انا طبعا هستعمل السطور ده. وجايبه هنا معايا قطعه الفوطه دي علشان البلانشه اللي انا ساند عليها دي ازاز، فمش هعرف افتح عليها راس السمكه، فهحطها هنا وهفتحها، لان طبعا الازاز اللي انا ساند عليه ده ممكن ينكسر مني. هنبدا ان احنا نيجي عند ظهر السمكيه من هنا، هنبدا السمكيه نمسكها جامد ونضغط عليها جامد ونبدا ان احنا نفتحها كده بالراحه بسم الله. وتخلي بالك علشان ما تعوريش نفسك، لو انت مش هتعرفي تفتحيها في البيت ممكن تخلي الراجل بتاع السمك يفتحها لك، قولي له ان انت عايزه تفتحيها سنجاري وهو هيفتحها لك وينظفها. بس احنا طبعا يعني تعرفين ان انا بحب اعمل كل حاجه في البيت بايديا، ف بتعامل يعني زي ما احنا شايفين كده فتحناها. هنبدا بقى نفك السفق اللي هنا ده او اللي هو الشوك اللي هنا ده بالبوز بتاع السكينه الرفيعه، بحيث ان انا انفذها على بعضها، يعني افتحها على الاخر زي ما احنا شايفين كده بدات تتفتح اهي. هاجي بقى على الحته هي من هنا خلاص كلها اتفتحت. معلش اعذروني، هاجي على الحته بتاعت الراس وهرشق فيها السطور من هنا وهحطها على البتاعه دي وهخبط عليها كده بحيث ان العظمه بتاعت الراس تنكسر معايا خالص وتتفتح بالشكل ده كده اهو. طبعا اللي عايز يلبس جلافز في ايده، اللي عايز تلبس جلافز في ايديها تمام مفيش مشكله، بس انا طبعا انتوا عارفين ان انا بحب اتعامل بايدي. هبدا بقى انضف الحاجات دي وارجع لكم. هنا يا حبايبي انا بنضف السمكه بتاعي، معايا هنا فرشه الاسنان اللي انا مخصصاها للسمك، وزي ما احنا شايفين كده بنبدا ننضفها، ما بنسيبش فيها اي لون احمر خالص ولا اي اثار للحاجات اللي بتبقى في بطن السمكه دي، علشان الحاجات دي هي اللي بتخلي الحاجه بتاعتي زفره. وببدا ان انا اخلي الحته بتاعت اللي هي مكان الخياشيم دي، طبعا انا بشيلها، انا شلت الخياشيم اهي بتبقى زي الفل معايا كده تحت الميه، كل حاجه ممكن الاقيها تحت ايدي اشيلها علشان السمكيه تبقى معايا فل شمعه منوره، والحتت اللي بتبقى متداريه هنا دي كمان اشيلها
اهي. زي ما احنا شايفين كده. ده كمان هشيله، اللي هو العرق اللي بيكون في مكان السلسلة ده. شايفين السمكية عاملة ازاي؟ زي القشطة. طبعا انا عملت هنا الكمية بتاع السمك بتاعي اللي انا عايزة اعملها، على حسب طبعا العدد بتاع الاسرة عندك. وفي هنا سمك معلش انا اسفة، انا سايباه سليم، مش هفتحه، هشويه علشان ابني مش بيحب اللي هو السمك السنجاري، فهشوي له السمكتين دول، وهعمل السمك التاني ده لنا احنا بنحب ناكله كده. هحضر معاكم الحاجه يلا اللي هنعملها وهرجع لكم. هنا يا حبايب قلبي انا بعد ما خلصت السمك بتاعي، هنا انا جمعت الخضار اللي انا عايزه احطه كحشوه في السمكيه. معايا هنا طماطم مقطعه، ومعايا بصلايه وفلفل اخضر بارد وحامي، ومعايا جزرية مبشوره، ومعايا فلفل اصفر الوان اهو، ومعايا ليمون انا مقطعاه شرايح زي ما احنا شايفين كده. الحاجات دي هي اللي هتبقى الحشوه بتاعت السمكيه بتاعتنا. طبعا انا حطيت السمك اللي هو في الفرن اللي هو هيتشوي برده، حطيته في الفرن دلوقتي. معايا بقى هنا انا محضره الكبه، هنجيب ايه معانا هنا؟ فلفل اخضر، ومعايا هنا فلفل حامي. هاخد بس الحته دي علشان ما يبقاش حامي قوي، لان انا حاطه فلفل حامي كمان في الحشوه. ومعايا هنا التوم، فصوص التوم اللي انا هحطها هنا، ده كمان فلفل اخضر اهو، تمام. ومعايا كمان الفلفل الالوان، دي جزء من اللي انا كنت حاطاه هناك. هاخد كمان الحته دي معانا. الحاجات دي هتتعمل في التتبيله للسمكايه، وهحط كمان ليمون وكمون وملح. ليمون هعمل كله مع بعضه في الكبه، وبعدين اطحن مره واحده. طبعا انا مجهزه معايا كمان الخضار اهو، لا هكمل عليه للسلطه، يعني انا لسه معايا باقي خضار اهي، هكمل عليها للسلطه، بحيث ان انا احط السمك في الفرن واحط الرز اعمله على البوتاجاز، وعلى ما ده يتعمل وده يتعمل اكون انا عملت السلطه، تمام كده. حطينا هنا الليمون اهو، معايا كمان الكمون، انا جايبه كيس كمون كده لسه ما فضيتوش في البرطمان، جايبه حبه كده حوالي ربع كيلو ولا حاجه. هنحط معلقه كده حلوه محترمه كده كمون، معلقه شاي مليانه كده، لان السمك بيحب الكمون كتير. وهنحط شويه ملح وبس كده. يبقى احنا معانا الثوم والليمون والكمون والملح والفلفل، ودي هتبقى تتبيله جميله قوي 10 على 10. هنبدا بقى نضرب الحاجات دي كلها مع بعض في الكبه. هضربهم مع بعض وارجع لكم. يلا يا حبايب نحط السمك بتاعنا في التتبيله. طبعا انا جايبه ورق فويل هنا اهو، ومعايا كمان ورق زبده انا مقطعاه قطع كده على قد السمكه بتاعي، عشان انا مش عايزه السمك يكون على الورق الفويل مباشره، فعشان كده بحط ورق زبده ما بينهم وما بين بعض. بصفي السمكيه بتاعتي كويس، وببدا ان انا احطها على الورقه كده زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده ماشي، وابدا ان انا الفها اهو، بحيث ان انا اعمل لها زي الطبق كده علشان السمكيه بتاعتي ما تلزقش في الصينيه اللي انا بشوي فيها. هي كده كده هتلزق، بس انا عايزاها ايه، تتشال بالورقه الفويل كده، يكون شكلها كده اشيك لو انا هقدمها في طبق او في حاجه. يلا نعمل واحده كمان مع بعض. معايا هنا الفويل اهو، زي ما احنا شايفين كده بالظبط. هحط ورقة الفويل، وهحط عليها ورقة الزبدة بتاعي، وبعدين هحط عليها السمكة اللي موجودة عندي، وهبدأ ان انا الف الفروج زي ما احنا شايفين كده.
بحيث ان انا اعملها على شكل السمكية، عشان لو شلت السمكية شمال او يمين تبقى متشالة من الايه، من الورق الفويل ده. اهو كده، بصوا يعني السمكية مش بتميع معايا ولا اي حاجة. تمام، هنا بعد ما عملنا الخلطة بتاعتنا الجميلة، طبعا ريحتها تحفة، هبدأ ان انا اخد السمك بتاعي واحطه على الصينية هنا اللي انا هشوي فيها في الفرن باي شكل كده، وابدأ ان انا احط من التتبيلة دي على الايه، على السمك، اتبله بس بيها كده لمدة مثلا 10 دقايق او ربع ساعة. كل ما بنسيب التتبيلة دي على السمك قبل ما بندخله الفرن بيكون طعمه افضل، بيشرب من التتبيلة دي وبيكون طعمه جميل جدا. نبدأ ان احنا نفردها عليها كده. حتى لو هنسيبه ربع ساعة او 10 دقايق قبل ما ندخله الفرن بيفرق في الطعم جدا، بيكون طعمه حلو وبيكون خد من التتبيلة اللي هي بالثوم والكمون والليمون والحاجات دي، وبيكون طعمه جميل. جربوه، خفيف جدا ومش بيطلع بقى اي دخنة ولا اي روايح مش مستحبة في البيت، وكمان تغيير عن السمك المشوي العادي. زي ما احنا شايفين كده اهو. هبدأ بقى، طبعا مش هشوي دلوقتي، انا هحط عليه التتبيلة والحاجات كلها وهسيبه شوية. هبدأ بقى اجيب الحاجة اللي عندي كلها، الخضار، واحطها على بعضها في البولة دي، الطماطم طبعا، الليمون مش هحطه، والفلفل والبصل والحاجات دي كلها هحطها. الطبق سخن جدا، الليمون ده هحطه على الوش فوق التتبيله دي كلها، وهحط الخلطه اللي احنا عملناها دي التحفه دي، الليمون والفلفل والكمون والثوم، هحط منها الخلطه كلها اللي فاضت، هتبل بيها الخضار بتاعي علشان يكون طعمه جميل واحنا ايه، واحنا بناكله زي ما احنا شايفين كده. وهبدا ان انا اقلب الكلام ده كله مع بعضه علشان الحاجة بتاعتي تكون متبلة. بصل وفلفل الوان، احمر وقصدي اصفر واخضر، لو عندك احمر برضو حطي، وجزرية مبشورة، وطماطماية او طماطميتين على حسب كمية السمك اللي عندك، وخش بقى على بقية الحاجات دي كلها بباقي التتبيلة اللي فاضلة عندك، ويلا نحط على السمك بتاعنا. انا كده كده مش هعمله دلوقتي، انا هحضره واسيبه على معمل الرز والسمك اللي في الفرن كمان يكون اتشوى شويه، وبعدين هحطه بعد كده مع ايه، مع السمك اللي في الفرن يكمل شويته معاه، لان السمك السنجاري ده مش بياخد وقت، ولا بنقلبه بقى ولا اي حاجه. زي ما احنا شايفين كده، طبعا معلش لو كان الفيديو طول معايا ولا حاجة، بس علشان انا مش عايزة اقطع الفيديو عشان تشوفوا كل الخطوات اللي احنا بنعملها في السمك، بحيث ان هي برضو تكون سهلة على الايه، على الكل، ان هو بيتعمل في البيت عادي جدا، مش بيكون صعب ولا حاجة. هي بنوتة بقى عايزة تعمل الحاجة دي لمامتها، تعمل الحاجة وتوري لمامتها شطارتها، و
بنوتة بتجهز نفسها كده علشان هتتجوز، ان شاء الله تلاقي الحاجات دي سهلة عليها، واي حاجة عايزينها مني في ان انا اصورها يعني في الكومنتات اكتبولي، انا بقرأ الكومنتات كلها ان شاء الله وهرد عليكم، وهحاول طبعا ان انا اصور لكم كل اللي انتوا تطلبوه مني باذن الله. يعني اي افكار تيجي على دماغكم او تيجي في ذهنكم ان انتوا عايزينها ان احنا نعملها اكتبولي في التعليقات، وانا ان شاء الله اصور بها فيديوهات، وتبقى دي افكاركم وانا بعملها بطريقتي. ممكن كل واحد يشوف الحاجة بطريقة مختلفة. طبعا الاسباتيولا اللي في ايد السيليكون دي طبعا اللي اخترعها يعني كتر خيره بصراحة، جميلة جدا، ولازم كل البنات اللي بتجهز تجيب منها 2 أو 3 يعني على حسب استعمالك. هاتي ادي السمك بتاعنا خلاص، انا كده خلصته، هسيبه بقى حوالي 10 دقايق وبعدين ادخله الفرن. في الاثناء دي هكون انا عملت السلطة وعملت الرز، وارجع لكم بعد ما يكون اتعمل واوريكم شكله النهائي.